اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض لابتوب مايك بسعر 2 دولار فقط. اعزائي المشاهدين، هيدا المايك بسعر 2 دولار فقط، حوالي 2 دولار من شركة ماكسل. طبعا هيدا المايك مخصص للبي سي وللماك. مثل ما شايفين هون اعزائي المشاهدين، في عنا بي سي وماك، بنقدر نحن نشكه بالبي سي او باللابتوب مثلا. بدنا نشك هيدا المايك كرمال نحن نحسن من جودة الصوت، ان كان نحن عم نستخدم خدمة السكايب او نحن عم نسجل جيمز مثلا، اذا كنا عم نسجل فيديو جيمز او اي شيء بنستخدم هيدا المايك. خلينا نقرا ورا شوية معلومات. مثل ما شايفين هون عنا الفريكوينسي 100 هرتز 15 كيلو هرتز، مثل ما شايفين هون. اوكي، سنسيتيفيتي بالنسبة لحساسية هيدا المايك بيجي 58 دي بي 2 دي بي مثل ما شايفين، وفي امكانية النوز كانسليشن. يعني هون هيدا المايك بقيم الضوضاء او بقيم نوع من الضوضاء اللي نحن ممكن يكون موجود حوالينا، كمان ما في مشكلة بهيدا الموضوع. بالاضافة ل ما ننسى الكفالة السنة من الشركة، حسب ما مكتوب هون على العلبة في كفالة سنة. اعزائي المشاهدين خلينا نستعرض هيدا المايك، خلينا نعمل انبوكس، نفتح هيدا العلبة ومن بعدها بدنا نجربه على اللابتوب، نتأكد هل هيدا المايك فعلا مايك جيد ولا لا، هل مايك بسعر 2 دولار حيكون يعطينا كواليتي ممتازة للصوت ولا لا. خليكم معي اعزائي المشاهدين. اعزائي المشاهدين من بعد ما نزلنا الريكوردينج حنعمل نحن ستارت ريكوردينج، اوكي، ومن بعدها حنبلش. هلا نحن بلشنا ريكوردينج، عم بحكي عادي طبيعي، حقرب منها شوي، حاحكي شوية كلمات حتكون شوي غميقة. هلا اعزائي المشاهدين نحن خلصنا التسجيل، حنعمل بلاي للتسجيل، بس حشيل المايك بدي احط لكم اياه هون. حط اللابتوب، هيدا المايك، اوكي، حنشيل هيدا المايك هلا عشان نعمل بلاي للتسجيل. مثل ما شايفين حعلي لكم شوي الكاميرا، بتشوفوا هيدا التسجيل هون، اوكي، حنعمل له هلا بلاي، اسمعوا بشكل واضح. حنبلش، هلا نحن بلشنا ريكوردينج، عم بحكي عادي طبيعي، حقرب منها شوي. هلا نحن سجلنا، خلينا نعمل هلا ستوب ريكوردينج ونرجع نسمع التسجيل من بعد ما خلصنا هلا. اوكي، هذا هو التسجيل اعزائي المشاهدين، شوفوا قديش عمل دعم للصوت لللابتوب. تصوروا نحن عم نسجل جيمز او نحن عم نسجل اي شيء تاني بهيدا المايك. انا طبعا يلي بده يسالني اذا جربته على الموبايل، اذا زبط على الموبايل، على الموبايل تقريبا يلي انا جربته عليه لا ما زبط. هن اصلا الشركه كاتبين عنا هون مثل ما شايفين، كاتبين انه فور ماك اند بي سي، اوكي، فبطبيعة الحال مش كاتبين للموبايل. انا جربته على الموبايل، قلت بركي على الموبايل ممكن يعطينا يمكن يعطينا نتيجة، بس للأسف على الموبايل ما زبط، وهذا شيء طبيعي لانه ما كاتبين للموبايل. زبط على اللابتوب بشكل انا صراحة ما توقعت انه شوف نقاوة صوت بهذا الشكل. المايك عنده نقاوة صوت رائعة جدا، مايك ب 2 دولار نحن عم نحكي، ليكون نقاوة الصوت اللي عم يعطيها وب 2 دولار، فتصوروا الوضع كيف يكون. وشكرا لمتابعة الفيديو، وما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم كتير وعلى اللقاء.